هل في فن لكتابة الرغبات يا دكتور؟ هو قبل كتابة الرغبات لابد ان احنا نضع امامنا مجموعة من العوامل. العامل الاول المجموع الكلي للطالب اللي هو هيأهله للقطاع الطبي او الهندسي او العلوم الانسانية. واهم من المجموع الكلي مواد التخصص او المواد المؤهلة للجامعة او للكلية. يعني الطبيعة والاحياء، الطبيعة والرياضة لكليات قطاع الهندسة، الكيمياء والاحياء لقطاع الطب، اللغات لقطاع العلوم الانسانية. فلابد ان يكون متفوق، او دي تعتبر مؤشرات تساعده في الاختيار، لان الاختيار بيكون في ضوء رغبة الطالب، في ضوء المقدرة المادية للأسرة، لأن المعيار المادي مع المعيار العقلي بيشكلوا الاثنين لدخول الجامعات الأهلية أو الجامعات التكنولوجية. لأن الجامعات الحكومية 27 جامعة دي مجانية، ما فيش مشكلة فيها، لكن الجامعات غير الحكومية الخاصة والأهلية والتكنولوجية وروافد الجامعات الدولية في العواصم الجديدة دي كلها بتشكل عبء مالي على الأسرة. لابد أن الطالب يضع في اعتباره هذا العبء المالي. يبقى عندنا المجموع الكلي للطالب، المواد المؤهلة للكلية التي سيلتحق بها كمؤشر لميوله، لأن ممكن يبقى ميله طب لكن واخد في الكيمياء والأحياء درجات ضعيفة، واخد فول مارك في الدرجات في اللغات أو الفيزياء والكيمياء مثلا. فلابد نحط هذه الاعتبارات. أنا عندي 75 رغبة، ما اعتبرش ان انا بقى دي. طبعا متشكرين جدا ومبروك للشريحه اللي بتقدم دي، اول شريحه حقها الاختيار الكامل دون غيرها في جميع الكليات وجميع الجامعات، لان دول متفوقين. دي المرحله الاولى مفروض. المرحله الاولى خليني اقول لك حضرتك، لكن مش كل المرحله الاولى بيجي له اللي هو كاتبه اول رغبه او ثاني رغبه. ما هو دي بقى دي القضيه الاساسيه. ولا الرغبة العشرة ولا الرغبة العشرين ولا الثلاثين. لابد ان نضع في اعتباري انا كطالب ان الرغبة اللي هتجيلي رقم 70 أو 75، فلازم ارتب كل هذه الرغبات عشان ما ارجعش بعد كده انتظر في السبنسة في الاخر عشان احول الكلية اللي انا عايزها. طب ما قدامي من الاول لابد ان اضع في الاعتبار. الحاجة التانية لابد ان احنا نبتعد عن مستشاري اختيار الكليات بالفلوس اللي طلعوا على الـ على الـ على السوشيال ميديا. في بقى الدولة موفرة تسهيلات كثيرة جدا في كل جامعة من الجامعات، في معمل وفي مكان لوضع الدرجات ووجود الآباء والأمهات وأولياء الأمور مع الطلاب للاختيار، وفي أستاذ متخصص في كلية دي داخل الجامعة للمساعدة في وضع الرغبات ووضع هذه الأمور. فلابد ان احنا برضه نستشير هذا، لان الموقع حضرتك، الموقع استاذ مصطفى، الموقع الجغرافي مهم جدا. ما بقاش انا ساكن في اسوان واكتب جامعه القاهره وجامعه عين شمس. طبعا انا عندي جامعات اسوان موجود فيها كل الكليات، فلابد الموقع الجغرافي، لان الكمبيوتر هيرفض ان انا احط رغبتي مختلفه عن المكان اللي حصل مين نوع الثانويه العامه.